أشهد الآن تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى هذه القاعة تمهيدا لوصول الضيوف. المشهد الشعبي يبدأ في الساعة 4 عصر هذا اليوم، حيث يصل بعد قليل قطار عطبرة، وعطبرة هي منطقة في شمال السودان في ولاية نهر النيل بالتحديد، انطلقت منها شرارة هذه الثورة، ثورة 19 من ديسمبر. ومن بعد تبدأ الاحتفالات الشعبية والتي تنطلق جميعها هنا في ولاية الخرطوم نحو ساحة الحرية جنوب الخرطوم، وتنطلق أيضا في الساحات والميادين المختلفة في ولايات السودان. حتى الآن يصل رؤساء البلاد المشاركين تباعا على مطار الدولي. لو تؤكد لنا آخر الأسماء للحاضرين اليوم. نعم، يعني آخر الأسماء هو الرئيس الكيني ورئيس تشاد ورئيس جنوب السودان، رئيس إثيوبيا، إلى جانب رئيس وزراء مصر، إلى جانب عدد من وزراء خارجية الدول الخليجية، السعودية، البحرين، عمان وغيرهم، إلى جانب أيضا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومبعوث خاص من الصين، ومبعوث خاص من أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والأسماء تصل إلينا تباعا. طيب، هل يعني استطعت أحمد الاطلاع على التفاصيل داخل مراسم الاتفاق؟ من سيتحدث من الحضور؟ كيف ستكون التفاصيل الإجرائية لتوقيع المراسم؟ نعم، يعني حتى الآن المعلومات المتوافرة لدينا أنه سيكون هناك حفل صغير وبانوراما للثورة السودانية، ومن ثم يبدأ التوقيع الرسمي، يعقب ذلك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي، بالإضافة إلى المبعوث الإفريقي ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري وممثل قوى الحرية والتغيير، يعقد جميعا مؤتمرا صحفيا يعقب الاحتفال. لكن الكلمات داخل هذا البرنامج ربما لا توجد كلمات، لكن حتى الآن هذه المعلومات المتوفرة لدينا، بانوراما بالإضافة إلى حفل صغير أو مشاركة صغيرة من الفنان صلاح ابن البادية، وهو واحد من الفنانين السودانيين الكبار هنا في السودان، الذي سيشارك في تدشين هذا التوقيع الرسمي. نعم أحمد، بخصوص الكلمات، يعني هل صرح أي من الحضور بكلمات احتفالية احتفائية بهذا اليوم؟ ماذا كانت آخر تصريحاتهم؟ نعم، يعني حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي، لأن عملية الاستقبال تتم من مطار الخرطوم مباشرة، ومن ثم ينقل الضيف إلى الفندق المجاور لقاعة الصداقة، تمهيدا لمجيء الضيوف بصورة مكتملة عند الساعة التي تم تحديدها لانطلاق الاحتفال. يعني ربما تكون هناك تصريحات في الساعات القادمة من قبل ضيوف البلاد ترحيبا بهذا الاتفاق. نعم داليا، بخصوص الإجراءات الأمنية، أحمد ذكرت لي أنه شارع النيل الذي يقع فيه قاعة الصداقة التي تشهد التوقيع هو مغلق تماما. ماذا عن بقية الإجراءات الأمنية في كل ميادين وشوارع الخرطوم؟ يعني منذ يوم الأمس داليا تم نشر عدد كبير جدا من قوات الشرطة والجيش والأمن، تم إغلاق شارع النيل في الاتجاهين المؤدي إلى قاعة الصداقة والفندق مكان تواجد الضيوف، بالإضافة إلى شارع الجامعة هو أيضا شارع آخر مجاور لقاعة الصداقة، تم نشر أعداد مقدرة جدا من الشرطة السودانية في الشوارع المختلفة وأيضا في الميادين، نشرة صحفية لقوات الشرطة تنوه فيها المواطنين إلى انتشار الشرطة حفاظا على الأمن، بالإضافة إلى طلب من قوات الشرطة التعاون من المواطنين السودانيين في أن يخرج هذا اليوم بالصورة التي يود ويرغب فيها الجميع. نعم، قاعة الصداقة الدخول والخروج هو كله وفق إجراءات أمنية مشددة. نعم داليا، هل كل ما يحدث في قاعة الصداقة سيكون متابع من عموم الشعب السوداني أحمد؟ يعني هل هناك شاشات للعرض؟ نعم، عرض كل ما يحدث؟ نعم نعم، اللجنة المنظمة تقول أنها أيضا قد وزعت عدد من الشاشات الضخمة في عدد من الساحات والميادين، إلى جانب أن كل القنوات المحلية هي الآن في نقل مباشر وحي لتفاصيل هذا اليوم، وستكون طوال هذا اليوم في نقل حي ومباشر لكل تفاصيل ما يجري، بالإضافة إلى بلا شك القنوات العربية والعالمية التي تتابع هذا الحدث باهتمام كبير جدا، حيث أن هناك متابعة كبيرة جدا في الشارع السوداني عبر هذه القنوات، خصوصا
قناة الغد وغيرها من القنوات المشاركة في تغطية هذا الحدث والمشاركة في عملية الثورة السودانية منذ بدايتها وحتى الآن، إلى جانب هناك متابعة كبيرة جدا، يعني الكل يود كان الوصول إلى قاعة الاحتفال، لكن حسب اللجنة الأمنية المنظمة إلى أن سلامة وأمن الضيوف وأيضا سلامة وأمن الإجراءات وسهولتها تمنع وصول المواطنين إلى هذا المكان، لكن الاحتفالات منقولة في الشاشات ليشاهد الجميع لحظات التوقيع ويشاهد الجميع التوقيع الرسمي على هذا الاحتفال. نعم داليا، سنبقى معك بطبيعة الحال على تواصل على مدار الساعة لنقل كل هذه التفاصيل. أشكرك جزيلا لحد الآن من أمام قاعة الصداقة، مراسلنا أحمد العربي.